سعد الدين رفيق الحريري. لائحتكم مجددا هي مؤلفة من السادة الأخوة محمد الصفدي، سمير الجسم، محمد عبد اللطيف كبارة، أحمد كرامي، الأخ بدر والنوس، روبير موريس فاضل، وسامر جورج سعادي عن المقعد الماروني، ونجيب ميقاتي. لنجمع ثروات هؤلاء ونضف إليها عزم دولة الرئيس نجيب ميقاتي هذا، انطلاقا من اهتمام الحكومة بالشأن التربوي، فإن حكومتنا ستعمد إلى إحداث قفزة نوعية عبر تطوير البرامج والأبحاث والمناهج التعليمية لتواكب التقدم السريع والتطور الهائل في الميادين العلمية المختلفة. ثم لنضف إلى الاثنين معا $100 مليون التي وعد بها ميقاتي الطرابلسيين قبل عام تقريبا، ونتجه بعد ذلك إلى ثانوية أندري نحاس للبنات في المدينة نفسها، وإليكم أوضاعها. تحديدا كنا عم نشوف انه في هناك سلخ من البطون صار عم بينزل. خطبنا الوزارة بضرورة اجراء صيانة، فبعثوا نوع من الاكيب للاشراف على المدرسة واخذوا عينات من المدرسة وطلعوا قرار على انه المدرسة بحاجة الى الاخلاء. مصير 750 طالبة يعني مجهول. هي فضيحة في مجتمع تعود الفضائح. المدرسة تفتح أبوابها على المصيبة المحتملة الاثنين المقبل، ولتكتمل الصورة يتبين أن ثانوية نحاس لا تعيش الخطر وحدها، فمن أرشيف قناة الجديد يتبين أن هناك مدارس أخرى مهددة وبعلم الحكومة جمعاء. في 7.5 مليارات، طيب ما تحول ما بيحولوا؟ طيب بكرة فتحين المدارس لا سمح الله صار شيء بأي مدرسة، مين بيتحمل مسؤولية؟ أنا من هلأ بدي حمل وزير الصفدي لأنه ما بيحول الأموال. حقيقة أنا بستغرب كوزير تربية عدم تحويل وزارة المالية حتى مبلغ 5 ملايين يلي كان مجلس الوزراء أقره بالقرار رقم 51 بتاريخ 12/9/2012 لمعالجة المباني الرسمية يلي بتشكل خطر داهم. طبعا المجموعات المسلحة أحق بأموال أصحاب السعادة والمعالي، ولنتخيل أن ابنة أحد نواب أو وزراء المنطقة كانت طالبة في ثانوية أندري نحاس، كيف تكون أحوال المدرسة عندئذ؟ 45 مدرسة تناشد أصحاب المعالي، غير أنها في بلد كهذا كمن أضاع العمر في طلب المحالي. جاد غصن، قناة الجديد.